ذكر الوادي المقدس. اتفضل. هو هنا كلمة إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. هنا قداسة لا نهائية أم أنها قداسة خليه المقدس مش الأقدس عشان الأستاذ عبد الله زعلان من الألف. تمام، المقدس، خليني في المقدس. هل هي قداسة دائمة أم هي قداسة تجلي الله عز وجل لهذا المكان؟ بالإضافة لحاجة، أياً كان الله لم يستدعي موسى في هذا المكان. كويس. بل أن موسى هو من ناجى ربه من هذا المكان. تمام. والمكان ده اللي نزل عليه الألواح واستلم سيدنا موسى عليه الألواح. بص حضرتك، لما القرآن يحدد لي هذا المكان فقط حصرياً، ولا يوجد لا نص قرآني ولا حديث صحيح بيقول إن في مكان مقدس. إزاي يا فندم القرآن فيها فندم كلام مقدس؟ هات لي نص. في سورة المائدة يقول الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. ما هي ما الناس قايلها يا فندم. أنا ده على الوادي المقدس. ما لا 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 ثواني، لا 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 ثواني ثواني، أنا قلت ثلاث آيات. الله يخليك. هو بيفسر على إنه الأرض المقدسة. أيوه طبعا طبعا، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لفلسطين يا فندم. لا يا فندم، إزاي إيه علاقة ده بجبل الطور اللي في سيناء يا فندم؟ كانوا والله دي ما ليها دعوه بدي خالص. لا يا استاذ عبد الله، لا لا لا، انا ماليش دعوه بقى المسافه قريبه ولا مسافه. لا 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 لا، ده مكان وده مكان. لا خانك التفسير. تمام معلش، خني زي ما انا عايز، بس حضرتك تسيبني لما تسالني تسيبني ارد فيها. لا لا يا استاذ مصطفى، احنا بنفسر لما تسالني سيبني ارد. خليني في السؤال اللي سالته لحضرتك. مكه يا فندم ربنا لا اقسم بهذا البلد، اقسم الله بمكه المقدس طوى. انا قلت ثلاث ايات. ربنا اقسم بمكه. لا اقسم بمكه ليه؟ ما فيش غير لان لها مكان. الا اقسم بهذا البلد بالطور في الاول. جميل. اذا تساوي رابعه، اذا تساوي مع بعض اهو. ده في المركز. سؤالي بس حضرتك، مركز ايه هو القران نزل بالترتيب الصور؟ لا طبعا، لا مش ترتيب الصور. ترتيب الصور شيء والنزول شيء ثاني. مش الصور ده في نفس